بشعار الموت لأمريكا وإسرائيل أسقطت ميليشيا الحوثي اليمن بأكمله بالشراكة مع المخلوع صالح وسلاحه في سبتمبر 2014، وبنفس الشعار وبسلاح الحرس ذاته أنهت الميليشيا حياة صالح وبعض أفراد أسرته وكثير من أنصاره في ديسمبر من هذا العام. وتظهر المشاهد التي تعمد الإعلام الأمني لميليشيا الحوثي توثيقها حجم العنف الذي مورس ضد المخلوع صالح وأنصاره وحجم الدمار الذي لحق منازل صالح وممتلكاته، لكن المجهول لا يزال يكتنف مصير مسلحي صالح الذين أسرتهم الميليشيا لحظة اقتحام منزله في حي الكميم بمنطقة حدة في صنعاء. هذا أحد الغنائم فضل الله وقوته. بتقدير محللين فإن ميليشيا الحوثي تمارس سياسة الرعب ضد خصومها، وفي ذات الوقت لا تزال مصرة على تفجير المنازل وتفخيخ المؤسسات التي تسيطر عليها. لكن المشاهد ذاتها تؤكد أيضا أن صالح لم يجد لحظة نهايته من يتطوع لحمل السلاح الذي كدسه طوال حياته، وقد ذهبت تلك الأسلحة كغنائم لصالح ميليشيا الحوثي، الأسلحة التي سوف يستخدمها الحوثي لتثبيت وجوده في مناطق سيطرته وربما لتحقيق أحلامه بالتوسع داخل اليمن وخارجه. اختطفت ميليشيا الحوثي العديد من أنصار صالح في الوقت الذي حصلت فيه الميليشيا على وثائق وكشوفات بأسماء ربما تكون لعناصر صالح داخل ما كان يسمى بالحرس الجمهوري، ويتخوف حقوقيون من استمرار الميليشيا بحملات تصفية ربما تطال حتى مدنيين تحت غطاء الخيانة ومناصرة العدوان.